اخويا انا حضرت الجريمه القتل، انا ولد عمو، هو ولد عمتي، انا ولد عمو هو ولد عمتي. السيدي انا كنت جينا كنا في الرباط خدامين، جينا لقينا ولد عمتي طارق المزيكا في البيت وهذه عاديه. جا واحد العم ديالي من الخدمه وكذا، قال لي اخويا نقص لي من المزيكا الله يرضي عليك. جا هو قال لي علاش نقص من المزيكا؟ قال لي نقص من المزيكا راه انت واش انت تخلص شي موضوع فهمتيني. جا هو ومعه هو واكل الاقراص سموه الويسه، جا هو جبد جنويه بغى يدفعها فيه، جا جابها فيا انا الاول في يديا فهمتيني. هذا اللي كاين اخويا. انت واش كتقرب للضحيه ولا اللي قتل؟ نعم خويا. ان شاء الله عندك قرابه مع اللي قتل ولا الضحيه؟ قال لك تنفكهم بجوج، انا عاديه هما تيجيوني بالعائله بجوج ماشي مشكل. حقيقيه بحال ما كاين بحال ضربوا على الخاوي ماشي شي حاجه. ها الاخر كان مفيت الوعي ديالو، واحد في الوعي ديالو مدمن. هو مدمن علاش؟ وهادشي اللي عطى الله. مدمن علاش؟ مدمن بالاقرا سموه الويسه، هادشي اللي كاين. وهادشي هذا صاركم نتوما في السياع كما وريتينا هكذا، لان اليد ديالك هكذا كيفاش وقع هكذا؟ كنت غادي ندافع على العم ديالي وجاتني الدقه في يدي. هذا ما كان. المهم السلام عليكم، معكم سي محمد من مدينه سلا بطانه. اللي تفاجئنا في هذه الفاجعه اللي راه وقعت عندنا بطانه، يعني ما توقعناش، حيت معروف انا اللي سول في الحومه في سلا بطانه، يعني هذا المكان نقيقي. تسمعنا اختي هذه الفاجعه اللي توقعنا فيها؟ احكي لنا على الفاجعه. اختي بالنسبه لهذه الفاجعه، واحد الدري شاب في عمره شي 24 سنه ولا 20 سنه، الله يعمرها دار، الاسم ديالو جمال، والله يعمرها دار الصراحه، لا هو لا عائلته لا والديه صراحه ما كاينش شي كلمه اللي تقال في حقهم، يعني خايبه. حتى حنا براسنا تصدمنا، يعني حتى الدري هذا ما ظنيناش كاع باش يوقع في هذه الامور هذا. الو اختي تناقش، هو ولد عمو جا لعندهم الدار، تناقشوا بعضياتهم طايفوا واحد شويه في الدار، بقاو تيتزايدوا ناض هز الاخر، واش الموز ديال الخضره واش داكشي اللي تيقول لنا الحومه، تضربوا وطاح السيد مات. ودابا اللي قتل واش اللي قتل؟ اختي سمعنا هرب الدري جمال، دابا اللي قتل هرب، والسلطات راه جاو، السلطات المحليه ديال سلا راه جاو دخلوا شافوا الامور، ودابا راه تيقلبوا على الدري هذا. وبالنسبه للضحيه اللي مات مسكين راه داو الفوريان باش يديروا له التخصيص ديالو، وهادشي اللي كاين اختي. اللي تنعاود ناكد عليه هو جاتنا غريبنا حنا وبراسنا تصدمنا، يعني هاد الفاجعه هادي عمرها ما توقعنا تكون عندنا في بطانه في سلا، يعني هاد البلاصه اللي سولتي في سلا كامله يقول لك احسن منطقه في سلا نقيقي ما فيها لا مشاكل، خرج بالليل دير اللي بغيتي ما تلقاش بروبليم. حتى حنا براسنا اختي تصدمنا، هذا ما كان.